السلام عليكم احبائي ومرحبا بكم من جديد في قناه امل كيتشن. اليوم غادي نوريكم او غادي نشارك معكم المشتريات اللي خديت من واحد المحل. هو محل في الولايات المتحده الامريكيه وكنظن يكون في دول اخرى. وهذا المحل كيتسمى بكيتشن فانتاسي. هذا المحل فيه جميع ادوات المطبخ وانا بغيت نشارك معكم هذا الفيديو باش نقول للناس اللي كيجيو من بلدان عربيه اخرى وما كيعرفوش انهم يمشيو لشي محل ويقلبوا اونلاين. انا كنسهل عليكم المأمورية. والناس اللي كيحبوا الطبخ وكيبغيو ادوات جديده وادوات تساعدهم على الطبخ ولا اي حاجه غادي نبداو على بركه الله وغادي نوريكم شنو خديت. اول حاجه وهذا المنتوج هذا اللي حنا كنوضعوه في الثلاجه كنعمروه بالماء وهو كيتسمى اي سي باتل ستيكس. كتعمريه بالماء ماشي بحال المربعات وانما كتعمريه بالماء كيساعدنا وكديريه في الفريزر وكيساعدنا باش في اللحظه الاخيره كانت عندك القرعه ديال الماء وما كانش في الثلاجه وخصك تمشي دغيا ولا مزروبه الوغ كتوضعي هذاك الاي سي ستيك كيكون عندك ديجا في الفريزر يعني كتوضعيه في القرعه ديال الماء والقرعه ديال العصير كيساعد كما قلت لكم في اللحظه الاخيره اللي كتكون عندكم انه القرعه ديال الماء او العصير ماشي في الثلاجه. وهادو ثلاثة بهم وكل وحده فيها 10 ديال الاعمده ديال الايس. هذا المنتوج الاول. المنتوج الثاني هو هذه الكرتونه ديالو كما كتشوفوا هنايا سيتروس جوسر وخاص بالعصير كتعصري الحامض غير نصف حامضه. هو فردي بالنسبه لك كنتي باغيه تعصري غير شويه ديال الحامض تزيديه في الشلاضه ولا تزيديه في الكيكه سو هاد البواطه هادي اولا عصاره صغيره بالنسبه للحامض نصف حامضه كتعطيها هنا تحطيها هنايا اولا ليمونه وكتعصري هنايا وكتخرجيه من هذا سميتو وهادي راه كتحل من هنا بحال هكذا. وحتى ان الحجم ديالها ما كياخذش مساحه كبيره يعني تحطيه في اي بلاصه ما كياخذلكش مساحه كبيره وانا عجبني وخديته ب 3.99. وهذا المنتوج هذا هو منتوج كيقولوا له ستينلس ستيل كانولي فورمز وهذا كتستعملي به الحلويات وفيه 4 وخديته ب 3.99. وكما شفتوا انكم واحد الفيديو راني صابت فيه افغاني كريم رول واحد الحلوه الافغانيه واستعملت غير بابيي الومنيوم وهذا كيساعدني. وكانوا الناس ينصحوني بانني ناخذه من امازون وعجزت سو اليوم لقيتو في هذا المحل وفيه غير 4 وكما كتشوفوا ان الصوره كيبين الحجم الصغير ولانما هما شويه كبار. انتما كما كتشوفوا ما كيبانش بحال الحجم ديالهم ماشي بحال الصوره. تصغبي به حلويات وكذلك سرتو هذا الكريم رول ولا فطائر كتلويهم وتعمريهم بشي حاجه حلوه او لا مالحه. وخديت هذه غير في الطريق $1.99 باش كلشي كيعرفها انني انك تستعملي بها العسل فاش بغيت تاخديه العسل او تستهلكيه مع الرغايف البغرير ولا فطائر. وخديت هذه الاله او المنتوج او جادجيت بالنسبه للفلفله كتحيدي الراس ديال الفلفله وما غاديش نطول معكم مع هذا المنتوج حتى نقول لكم النتيجه ديالو في الفيديو الثاني باش نوريكم كيفاش غادي نحيد هذا الراس ديال الفلفله. وهما كيوريو هنايا ان انجلش كيفاش طريقه الاستعمال وانا باش عجبني خصوصا الناس اللي كيبغيو الدولمه يعني الفلفله المعمره طيبه مدخله في الفران يعني بلا ما يحتاج انك تقطعي داك الراس كله وباش تعمريها وتغطيها تغطي داك الراس يعني تاخدي شانقولك تحيدي غير داك كيما نقولوا حنا ناخذ له واحد المصطلح اخر العظم ديال الفلفله وانما ماشي مصطلح ديالو. سو كيما قلت ما غاديش نطول في هذا المنتوج لان غادي ندير فيديو باش نقول لكم. واخر منتوج خديت من هذا المحل كيتشن فانتسي هو هذا هادو اللاطات ديال الفخاش باكيت باش طيبيهم في الدار كنت تلقى صعوبه. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم وما تنساوش انكم تشاركونا في قناه امل كيتشن.
Thank you so much for watching, and I hope you guys liked the video, and don't forget to subscribe to Amar Kitchen, and bye.